هاي جايز، معكم لين، واليوم في عندي انبوكسنج لعلبتين كتير مميزين. اول واحدة هي Overwatch Recruit Edition، وتاني واحدة هي تمثال لSoldier 76 كمان من Overwatch، نيتون من تقديمة Blizzard. انا كتير متحمسة لانه كتير عم بحبها لهاللعبة، فخرنا نبلش. اول شي حبلش بتمثال Soldier 76. اللعبة من برا كلها سوداء، إلا هون فيكن تشوفوا مكتوب Soldier 76، وهون بتفرجيكم كمان جهة من التمثال وهون الجهة التانية، ومن ورا في اللوجو تعوله أو شعاره ل Soldier 76، وهو هيك مثل بس شعار وعوينات مثل عوينات اللي بيلبسوا. من فوق من فوق في لوجو بليزرد، ومن تحت في بعض المعلومات يلي صراحة ما حدا بيهمه فيها. المهم انه نشوف شو في بقلبها لهالعلبة، وخلينا افتحها لنبلش. بس تفتحوا العلبة بتطلعوا منها الفلين هيدا اللي هو بيحمل تمثال، مطبوع على الفلين شعار اللعبة من هون، وفي بقلبه اشياء تقيلة، وفيكن تشوفوا Soldier 76 التمثال تعوله بقلب الفلينة من هون. بتاني جهة فينا نفتح من هون، فينا نفتحها وبتطلعوا القاعدة تاعته للتمثال لتقدروا توقفوه ويضلوا واقف من دون ما يوقع. ترى، وهذا هو تمثال Soldier 76 من Overwatch. طبعا التمثال منه لعبة، فما في عنده أي مفاصل فيكم تحركوها، هو بس بيضلوا واقف مثل ما هو، ما بيتحرك من أي محل، لأنه المفروض يكون هو تمثال مش لعبة. وكمان جودة التمثال والتفاصيل اللي عليها رهيبة، لأنه أنا كتير حبيت الطريقة اللي يدهنين فيها كلياته باللون الرمادي اللي شوية على أزرق، بس كمان حاطين مثل تفاصيل صغيرة باللون الذهبي يلي بيخلينا أو بيعطي مظهر للتمثال إنه كأنه كان بمعارك، كأنه تضرر شوي سلاحه، تضرر شوي تيابه. وطبعاً فيكن تشوفوا إنه حامل كل الأسلحة يلي ممكن تلعبوا فيها أنتوا باللعبة، وعلى ظهره مكتوب 76 اللي هو شعاره ونحن نعرفه كSoldier 76. فإذا هذا كان التمثال، خلينا نشوف شو في بقلب علبة الريكروت كيت تاعت لعبة Overwatch. فإذا ها هي علبة ريكروت كيت تاعت Overwatch من تقديم بليزرد. من برا في عنا طبعا الألوان تعود على اللعبة اللي هن الأبيض والأورنج أو برتقالي أو الأسود. هكون عم بكب أشياء شمال ويمين. أول شي بتفتحوا بتلاقوا هيدي العلبة اللي صعبة تنفتح كتير، فتحتها بسرعة، واللي بتحتوي على عملة نقدية عليها من ميلة لوجو اللعبة، لوجو Overwatch، ومن ميلة تانية لوجو بليزرد، وهي معمولة من الفضة ومدهون عليها بالأسود. وكمان فيكن تفتحوا العلبة اللي إجت فيها بهالطريقة وتحطوها تكون مسند لتقدروا، إذا ما إذا بتكون محل يعني تقدروا تحطوها فيه. تاني شيء في علبة معدنية كمان بيضة وعليها شعار مرة تانية من فوق، وفي بقلبها هيدي دبوس لتحطوها على شنطكم أو على تيابكم، كتير حلو وجودته كتير كتير حلوة، ومن ورا مكتوب Overwatch وبينشك من ميلتين لما يضلوا عم يوقع إذا كان بس من ميلة واحدة. وكمان في عنا ستيكرز أو تلصيقات لبعض الشخصيات اللي كتير محبوبة من السلسلة. في عنا رود هوغ، في عنا Soldier 76 مرة تانية، فيكن تشوفوا وينستون وتريسر وديفا، وفي كمان شعارات اللعبة بالأبيض والأسود لتحطون على اللابتوب تاعولكم، على المكتب تاعولكم، على الحيط، محل ما بدكم تفرجوا العالم قديش انتم بتحبوا اللعبة. من بعدها كمان فيكن تشوفوا كتاب رسومات لأوفرواتش، من قدام على الغلاف محطوط عليه تريسر، ومن ورا مكتوب The world needs heroes, are you with us؟ اللي هو شعار اللعبة، وبتضمن طبعا رسومات عن كل الشخصيات، بتضمن رسومات عن الخرائط، بتضمن بعض المعلومات عن قوات الشخصيات أو بعض مثل القصة هيك، ملخصات عن القصة تاعت Overwatch. فيكم تتعرفوا أكثر على عالم اللعبة، على الشخصيات وعلى قصة الشخصيات من خلال هذا الكتاب. واخيرا وليس اخرا في فاينل ريكورد، الموسيقى التصويريه للعبه. هلا طبعا ما بعرف كم شخص منكم في عنده الجهاز ليمشي هذا النوع من الاسطوانه، يلي في عندكم اياه واللي بحب هدول انواع الاجهزه حتلاقوا انه فيكم تسمعوا الموسيقى التصويريه للعبه وحتقدروا تحصل عليه من الريكورد كيت. واخر شيء في عنا بونس، هو منه بقلب التمثال ولا بقلب علبة الكروت كيت، بس كتير لذيذ، وهو تمثال وينستون الغوريلا لما كان صغير. وفيكم تشوفوا اكثر عن قصة وينستون هو صغير من خلال واحد من العروض الدعائية اللي نشروها بليزرد،
يلي بتفسر قصته، وحاعت لكم كل الروابط على فكرة بالأسفل لكل العروض الدعائية لأنه رهيبة كتير، ففيكم تتعرفوا أكتر على الشخصيات. فهيدا مثل تمثال صغير لوينستون، حيكون هلأ قاعد على مكتبه بالشغل. هون فيكم تشوفوا محتويات الريكروت كيت للعبة Overwatch وتمثال Soldier 47 من تقدمة Blizzard. نحن متشكرون كتير على هذا الشيء الرهيب. أنا ما عم بقدر وقف لعب Overwatch. فيكم تفقدوا المراجعة تاعيتها، حتصدر بكرة على موقع amy.adn.com، حتعرفوا نحن شو منفكر عنها. ما تنسوا تفقدوا كل الروابط للعروض الدعائية اللي نزلتها البليزرد لا Overwatch، اللي بتضمنوا العرض تاعو هانزو وخيو، بتضمنوا كمان العرض تاعو وينستون اللي قلتلكن عنه قبل، وفي عرض لتريسر وويدو ميكر كمان، وكتير كتير كتير حلوين، فكتير بنصحكن تحضرون. خبرونا بالتعليقات إذا أنتم عم تلعبوا اللعبة وشو رأيكم فيها، وإذا حابين نلعبها شي نهار مع بعض. هذا كان كل شيء لليوم. بتشكر بليزرد مرة تانية على هاللعبة الحلوة كتير. وللمزيد من الانبوكسينج وعن كل شيء خاصه بأوفرواتش، انتم المحل المضبوط، IGN الشرق الأوسط.